بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد لا تكون هنالك مشكلة في فهم وتفسير واقع اجتماعي معين بقدر ما هي مشكلة في خلق هذا الواقع الاجتماعي. كثير من الأحيان المجتمع أو الناس يعرفون القيم ويلتفتون إليها، ولكن لا تجد لهذه القيم أثرا في سلوكهم وفي حياتهم العملية، لأن الإنسان يمكن أن يلتفت إلى قيمة من القيم ولكن لا يطبقها في حياته. فمن منا لا يعرف قيمة الصدق مثلا؟ ومن منا لا يعرف أن الغيبة مثلا من الأمور الضارة المحرمة؟ ولكن حينما تدخل إلى المجتمع ترى أن المجتمع أو كثير من أفراد المجتمع مع علمهم بهذه الأمور، لكن في الممارسة العملية لا نرى أثراً لهذه الأمور. وهذا يدل على أن العلم وحده لا يكفي، وإنما العلم بحاجة إلى أجواء صالحة وأجواء مناسبة ليتحول إلى سلوك عملي. وأهمية الشعائر الدينية بشكل عام في هذا الجانب هو أنها تضيف البعد العملي والتربوي إلى الجانب النظري، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنها إطار عام تجمع بين كل طبقات المجتمع فتوحد بينهم الأمور المشتركة. هذه الشعائر الدينية عملها هو أنه البعد العملي والسلوكي للقيم تثبته في الإنسان، تخرج القيم من نظريات مجردة في الذهن إلى الواقع العملي. ونحن إذا أردنا أن تكون للشعيرة وللشعائر تأثيراً عملياً، يجب أن نلاحظ أن الشعائر الدينية تحتوي على أربعة عناصر. هذه العناصر الأربعة مجتمعة تسبب أن هذه الشعيرة تنقل الإنسان من الأمر النظري إلى الأمر العملي، وفقدان هذه الأمور الأربعة تسبب أن تكون الشعيرة مجرد طقوس لا تؤثر في النفوس، لأنه الشعيرة إنما تتمكن أو يتمكن الإنسان عبر تلك الشعيرة من تحويل الأمر النظري إلى أمر سلوكي وإلى أمر عملي إذا لاحظ هذه الأمور الأربعة.
وإذا غفل عن هذه الأمور والعناصر الأربعة، تلك الشعيرة ستفقد مصداقيتها وتأثيرها. بالنسبة إلى الشعائر الإسلامية، حينما نراجعها واحدا واحد، نجد أن الله عز وجل في هذه الشعائر يريد من الإنسان أن يلتزم بهذه الشعائر لكي المفاهيم النظرية تتحول إلى أسلوب عملي في حياة الإنسان. وهذا الأسلوب العملي في حياة الإنسان بالتكرار يصبح ملكة، لأن الإنسان له قابلية في أن يتعلم، والتعلم يستمر فيه بالممارسة العملية إلى أن يتحول إلى ملكة في هذا الإنسان. والملكة تسبب أن الإنسان بدون أي جهد وبدون عناء يفعل الفعل. يعني أنت عندما تذهب وترى صانعاً، أفرض النجار، تجد النجار أصبحت النجارة ملكة فيه. فحينما أصبحت ملكة فيه، حينما يريد أن يصنع مثلاً شيئاً خشبياً، تراه بسهولة يصنع ذلك الشيء لأن أصبحت ملكة فيه. أو إذا إنسان يتعلم قواعد النحو، هذه قواعد النحو قد تكون قواعد نظرية، وقد تصبح سلوك عملي، بحيث أن هذا الإنسان عندما يتكلم يستعمل تلك القواعد لتصحيح الكلام. بالتدريج تصبح هذه القواعد ملكة في هذا الإنسان، فتشوف أنه يتكلم بدون أنه يلتفت إلى أنه أي كلمة هي الفاعل والأخرى مفعول، وأي كلمة مثلا اسم إنه، وأي كلمة خبر إنه، وأي كلمة تمييز، وهكذا تجد أن هذا الإنسان يفصح الكلام ويتكلم بأسلوب صحيح مع مراعاة اللغة العربية كاملة وقواعد النحو كاملة. لماذا؟ لأن أصبحت فيه ملكة. الشعائر الإسلامية هذه العناصر الأربعة عندما تجتمع فيها، الآن نذكرها، والإنسان يراعي هذه العناصر، بالتدريج تصبح تلك القيم ملكة في الإنسان، لأن الشعائر الإسلامية تجتمع فيها هذه الأمور والعناصر الأربعة، وبالممارسة والتكرار تصبح ملكة. فتلك القيم بدون حاجة إلى أن الإنسان يراعي مثلا ضغطا على نفسه، أو يوجد ضغطا على نفسه، أو الإنسان يحاول أنه يؤدب نفسه على تلك الحالة بالإجبار والإكراه والضغط، تجد أن تلك الحالة تصبح فيه ملكة، فهو يفعل تلك القيم ويمارسها في سلوكه بدون أي عناء وبدون أي مشكلة. الأمر الأول في الشعائر الإسلامية البعد المنطقي البرهاني فيها. فهذه الشعائر كل واحدة منها لها دليل واضح وسبب واضح، والإنسان إذا التفت إلى فائدة تلك الشعيرة لحياته الدنيوية وكذلك الأخروية، لأن الشعائر الإسلامية كما تتضمن الفوائد الأخروية تتضمن أيضا الفوائد الدنيوية. إذا الإنسان إذا التفت إلى البعد البرهاني والمنطقي والفائدة في تلك الشعيرة وأنها تفيد حياته الدنيا قبل الآخرة، فإنه يتمسك بتلك الشعيرة تمسكا قويا. وكل شعائر الإسلام مثل ما ذكرنا في بعض الليالي الماضية توجد فيها علل واضحة، بحيث أنه يمكن للإنسان بالتفات بسيط يصل إلى تلك العلة، لأن القرآن الكريم الروايات بيّنت تلك العلل. وكثير من الأحيان يمكن الإنسان بتأمل بسيط يصل إلى فوائد كثيرة موجودة في ضمن هذه الشعائر. هذا البعد الأول أو العنصر الأول. الشيء الثاني العنصر الأخلاقي اللي موجود، وأشرنا أيضا في إحدى الليالي الماضية حول هذه المسألة، تشوف الشعائر الإسلامية الجانب الأخلاقي فيها جانب قوي جدا، بحيث أن كل شعيرة من هذه الشعائر فيها الجانب الأخلاقي. الأمر الثالث والعنصر الثالث البعد الجمالي.
الإنسان له إحساس مرهف وله ذوق ويحب الجمال، وهذا من فطرة الإنسان، الحب للجمال. الإنسان يحب الجمال في كل شيء، سواء كان جمال ظاهري أو جمال معنوي. حب الإنسان للجمال هذا أمر فطري. عبادات الإسلام وشعائر الإسلام بشكل عام يوجد فيها البعد الجمالي. إحنا عندما الآن نذكر بعض مصاديق الشعائر الإسلامية نركز على هذه النقطة أكثر، البعد المنطقي والبرهاني والبعد الأخلاقي تكلمنا عنه في الليالي الماضية، لهذا لا نركز عليه في هذه الليلة. فالبعد الجمالي مراعى أيضا في كل هذه الشعائر. الأمر الآخر الرابع الموجود في هذه الشعائر النظم والاستمرار، لأنه والتكرار أيضا، لأنه كثير من الأحيان الإنسان بحاجة إلى تكرار الشيء حتى يصبح ملكة. المثال اللي مثلناه النجار، كيف يصبح نجارا؟ من اليوم الأول يصير نجار؟ لا، وإنما يحتاج إلى ممارسة واستمرار. الإنسان إذا أراد أن يعرب إعرابا صحيحا من اللحظة الأولى لا يمكن أن يصبح ملكة فيه، وإنما بحاجة إلى مواصلة وبحاجة إلى استمرار. في عبادات الإسلام وفي شعائر الإسلام هذا الأمر الرابع أيضا موجود. فإذن لكي تكون الشعيرة تسبب أنه القيم النظرية تتحول إلى بعد سلوكي وعملي، ينبغي أن تحتوي على الجانب البرهاني والجانب الأخلاقي والجانب الجمالي والنظم والاستمرار. هذه الأمور الأربعة موجودة في الشعائر الإسلامية، طبعا مع اختلاف حاجات الإنسان وإمكانيات الإنسان جاءت الشعائر مختلفة. تشوف مثلا بالنسبة إلى موضوع الاستمرار والنظم، تشوف بالنسبة إلى الصلاة الإنسان في كل يوم ينبغي ويجب عليه أن يصلي 5 مرات، لأن كل إنسان يتمكن من الصلاة 5 مرات في اليوم. أما بالنسبة إلى الصوم يجب السنة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك. بالنسبة إلى الحج، لأنه لا يمكن لكل المسلمين في كل عام يذهبوا إلى الحج، وجب الحج في العمر مرة واحدة لمن كان مستطيعا. وإذا الإنسان ذهب مرة واحدة المرات القادمة تكون مستحبة، ومستحب مؤكد أيضا، الإسلام لم يوجبه باعتبار أنه إيجابه على الناس أجمع في كل عام هذا أمر غير عملي وغير ممكن. فبناء على ذلك في مسألة النظم والاستمرار الله عز وجل يلاحظ، يعني الله عز وجل أمر لعلمه، هذا التعبير الأصح، لعلمه بحاجة الإنسان وبإمكانيات الإنسان، لعلمه بإمكانيات الإنسان وبحاجة الإنسان حسب احتياجه وحسب إمكانيته جاء اختلاف هذه الشعائر وتنوع هذه الشعائر. المسألة المهمة، نحن في هذه الشعائر حتى من القيم من أمور نظرية تتحول إلى سلوك عملي، يجب أن نراعي أن هذه الشعائر فيها مظهر وفيها روح. هذا الروح يجب أن يلاحظ، المظهر أيضا يجب أن يلاحظ. أكو بعض الناس يجون عندما تذكر له شعائر الإسلام الواجبات يقول المهم أنه قلبك يكون نظيف، مو المهم الظاهر. خاصة الآن مثلا بعض النساء السافرات أو بعض الأشخاص الذين يؤيدون السفور هذا الكلام يقولوا أنه مو المهم أنه المرأة تكون محجبة أو غير محجبة، المهم أن قلبها يكون نظيف، ويستدلون باستدلالات أخرى. هذا الاستدلال عليل ومنقوض. ليش؟ لأنه كما يلزم مراعاة روح القانون يلزم مراعاة شكل القانون أيضا. يعني مثلا عندما الدولة تأتي لتنظيم المرور تجعل قانون أن الإشارة الحمراء علامة وقوف السيارة، والإشارة الخضراء معناه أنه السماح للسيارة بالانطلاق. زين، إذا فتسائق يجي يقول أنه مو المهم أني أراعي الإشارة الحمراء أو الإشارة الخضراء، المهم أنه قلبي يكون نظيف، لا، يحمل قلبي العداء لسائر السائقين. هسه أنا راعيت الإشارة الحمراء لو ما راعتها مو مهم، وخاصة مثلا إذا كان بالليل
ما كانت سيارات في الاتجاه الآخر، سواء تجاوزت الإشارة الحمراء أو ما تجاوزتها، ما راح يفرق من شيء. هذا المنطق لماذا غير مقبول؟ وإذا مثلا شرطة المرور رأوا هذا الشخص يتجاوز الإشارة الحمراء، حتى لو في الجهة الثانية ما موجودة أي سيارة، يجون ويغرموه. لماذا؟ يقال له أن القانون إلى روح وإلى شكل، كما ينبغي مراعاة روح القانون ينبغي مراعاة شكل القانون أيضا. زين، بالنسبة إلى الشعائر الدينية أيضا لها مظهر ولها روح. إحنا في هذه الشعائر كما نلاحظ وينبغي علينا أن نركز على المظهر، على روح هذه الشعائر يجب أن نركز، لأنه الروح بدون مظهر ما راح يفيد، والمظهر بدون روح ما راح يفيد. مثل إنسان اللي هو روح وجسد، الجسد بدون روح يتحول إلى ميت، والروح بلا جسد معنى ذلك أن الإنسان لا يتمكن من الاستمرار في العيش في الدنيا، لازم ينتقل في عالم آخر. في هذا العالم إذا يريد يبقى في هذا العالم لازم يكون روح وجسد، الجسد بدون روح ميت يجب أن يدفن في التراب، روح بلا جسد أيضا دائرته ليست في هذا العالم وإنما في عالم آخر. فبناء على ذلك روح الشعائر يجب أن تراعى، وشكل الشعائر أيضا يجب أن تراعى. ولذا عندما تراجع القرآن الكريم وتراجع الروايات تشوف أن الله عز وجل كما يأمر وكما يجعل شروط لهذه العبادات، بحيث أن هذه الشروط إذا اختلت العبادة راح تكون باطلة، أو تلك الشعيرة حتى إذا هي مو عبادة، لأنه الشعائر قد تكون عبادة وقد تكون غير عبادة، تلك الشعيرة وتلك العبادة تفقد تأثيرها، تكون باطلة. إذا واحد صلى بعدين التفت أن فلان شرط من الشرائط ما كان قد راعاه جهلا، مثلا مصلي خلف القبلة أو مصلي بدون وضوء أو وضوء كان باطل، فهذه الصلاة تكون باطلة. ليش؟ لأن شكل القانون لم يراعى إن صح التعبير. وكذلك إذا هذه العبادة وهذه الشعيرة أفرغت عن مضمونها عن روحها أصلا تصير باطلة. يعني أفرض مثلا الصلاة برياء، الصلاة برياء تكون باطلة. ليش؟ لأنه مجرد عمل الطقوس بدون النظر إلى مخبر هذه الطقوس وإلى روح هذه الطقوس، هذا ما راح يفيد، ما راح يحول تلك المنظومة الفكرية من القيم إلى سلوك عملي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن يا صلاة، الصلاة الذي بإخلاص بدون رياء، أما الصلاة الذي برياء مو أنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل هي المنكر. لذا الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. مثل جسد من دون روح، الجسد من دون روح يجب أن يوارى في التراب فورا، لأنه إذا بقي على وجه الأرض لانتشرت الرائحة الكريهة ولتعفن هذا الجسد، يجب أن يدفن فورا. ليش؟ لأن الجسد بدون روح يفقد تلك الحيوية اللي كانت موجودة في الجسد الذي فيها الروح. فبناء على ذلك هذه الشعائر الإسلامية الله عز وجل جعل فيها جميع المكونات لكي تحول السلوك القيم إلى سلوك عملي، ولكن على الإنسان أن يراعي مظهرها ويراعي مخبرها. نأتي إلى هناك محاولات لجعل الشعائر الإسلامية مجرد طقوس بعيدة عن الحياة، وهذه المحاولات خصوصا في العصر الحاضر مستمرة وقوية جدا، أنه العبادة اجعلها طقوس، حالة شخصية، طقوس خارج عن حياة الإنسان إطلاقا، بل كثير من الأحيان تعتبر مزاحمة لحياة الإنسان. وكثير من الأحيان نجد بعض أعداء الإسلام يحاولون أن يجعلوا هذه الشعائر الإسلامية مزاحمة لحياة الإنسان، بحيث أن الإنسان يجد نفسه بين أمرين، إما أن يلتزم بطقوسه الدينية ويفقد الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الفرص في المجتمع، أو أنه يترك الطقوس الدينية ويلتفت إلى حياته لكي تكون مثلا حياته الدنيوية مثلا حياة هنيئة.
كثير من الأحيان يصير محاولة في هذا الاتجاه بحيث أنه الشعائر الإسلامية تصير مزاحمة لحياة الإنسان. لماذا؟ لأنه لما نصير الشعائر الإسلامية مزاحمة لحياة الإنسان، كثير من الناس سوف يتركون هذه الشعائر، والنتيجة ترك هذه الشعائر تؤدي بأن يتركوا القيم الإسلامية، القيم التي الله أرادها الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن ترسخ في نفوس الناس. أنا أمثل مثال بسيط. الآن تشوفون في فرنسا منع الحجاب في المدارس، اللي أشرنا أنه بحجة أنه التعليم علماني ويجب أن لا تكون هناك محجبات في المدارس. زين، نتيجة ذلك ثم القانون يمارس، وقبل أيام طردت مجموعة من الفتيات من المدارس. فالمسلم اللي هو في فرنسا يشوف نفسه بين أمرين، بين أنه يلتزم بالشعيرة الإسلامية، بنته تلتزم بالشعيرة الإسلامية، وبين أن تفقد فرصة التعليم والتعلم، تبقى أمية أو تبقى جاهلة مثلا. فصار تزاحم، أو جعل القانون جعل الشعيرة مزاحمة لحياة الإنسان. طبعا هذا تعمد موجود. مثال آخر أيضا من وادي آخر، حينما استعمرت فرنسا الجزائر، قرأت في كتاب أنه الجزائر فيها أراضي خصبة للزراعة، فركزوا على زراعة العنب، ولحد الآن من المحاصيل المهمة الزراعية في الجزائر العنب. زين، من يشتري هذا العنب؟ معامل الخمور في فرنسا. فبناء على ذلك الزارع المسلم يرى حياته الاقتصادية متوقفة على شرب الناس للخمر، لأن كل ما الناس شربوا الخمر أكثر، البضاعة اللي عنده وهي العنب قيمتها ترتفع أكثر، لأنه يصير طلب عليها. وإذا الناس شربوا الخمر أقل، يصير الطلب على العنب أقل، فاقتصاده وضع الاقتصادي يصير رديء. ربط حياة المزارع بمحرم من المحرمات وهو الخمر، مع أنه هاي الأراضي صالحة لزراعة أشياء أخرى، زين، ومنها العنب. ولكن التركيز على هذا، حتى في فترة من الفترات كما قرأت في هذا الكتاب، في فترة من الفترات كانوا يمنعون من غير زراعة غير العنب، بس ما لك حق إلا تزرع العنب. زين، الإنسان عندما صارت إلى مزارع عنب كذا، مو معقول أنه بعدين يجي يقطع هذه المزارع أو العنب يحولها إلى مثلا فواكه أخرى، باعتبار أن الحاجة إلى العنب مثلا بمقدار معين، وأكثر من ذلك يكون فائض تشتريه معامل الخمور. هذا كمثال على ذلك ذكرنا، محاولة أنه الشعائر الإسلامية تفرغ من روحها، أو جعلها بشكل متعمد مزاحمة لحياة الناس، بحيث أنه الناس يرون أن الدين أو الشعائر الدينية مزاحمة لحياتهم. فبالنتيجة غالبا الإنسان يعبد الله عز وجل لأنه الله عز وجل وفر له وسائل الراحة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن إذا شاف أنه حياة الاقتصادية مهددة، أغلب الناس يترك التدين ويتشبث بالحياة الاقتصادية، والقليل من المتدينين هو الذي يترك المنافع الاقتصادية ويتحمل المشاكل الاقتصادية لأجل تمسكه بالدين. فلأجل هذا الأمر يردون يجعلون تعارض بين هذه الشعائر وبين حياة الإنسان، حتى الإنسان يترك هذه الشعائر، ونتيجة لتركه لهذه الشعائر القيم الدينية ما راح تتركز في نفسه، وهذا الشيء الذي هو يراد له، بحيث أنه يمكن غرس هذه النفس بالثقافات الأخرى. احنا نشير إلى المورد الأول من نماذج الشعائر الإسلامية، والنماذج الأخرى نتركها في الليالي القادمة. النموذج الأول بشكل مختصر أذكره لأنه تم ذكره في مرات سابقة، القرآن. الشعيرة الإسلامية الأولى اللي نريد نذكرها هي القرآن. القرآن من أهم الشعائر الإسلامية، يعني مقصودي من القرآن
الأعمال المتعلقة بالقرآن، قراءة القرآن، حفظ القرآن، تفسير، تدبر. الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أهم الشعائر الإسلامية القرآن. أكو محاولة، هذه المحاولة لإفراغ القرآن من مضمونه، يعني فقط وفقط الاهتمام بفقط جانب من القرآن، ما دام لم يوفقوا ولن يوفقوا لأن يلغوا القرآن من حياة المسلمين ما راح يتمكنون لهذا الأمر. فزين لم يتمكنوا من إلغاء القرآن من حياة المسلمين، كما أنه مثلا التوراة والإنجيل ما لها أي أثر في حياة النصارى، وقد الإنسان النصراني أو اليهودي لا يرى ولا يقرأ الكتاب المقدس الذي يعتقدون به في طول حياته مثلا. ولكن بالنسبة للإسلام لم يتمكنوا من إلغاء القرآن من حياة المسلمين. فشنو هي المحاولة؟ المحاولة إلى أنه فقط وفقط التركيز على جانب الظاهر من القرآن وترك التدبر والتفسير والتأمل في القرآن. فقط وفقط أنت عندما تدخل في بلدان المسلمين تجد أنه الاهتمام بقراءة القرآن موجود، بحفظ القرآن موجود، وهذا حق، لأنه إحنا مثل ما ذكرنا أنه يجب علينا أن نهتم بالظاهر وبالروح أيضا. ليس هناك اعتراض في الاهتمام بحفظ القرآن وتلاوة القرآن وتجويد القرآن وأمثال ذلك، بس الاهتمام انصب على هذا الجانب مع ترك الجانب الآخر. في بلدان المسلمين معاهد تعليم القرآن بكثرة، تحفيظ القرآن بكثرة، مسابقات تلاوة القرآن بكثرة، وكله جيد ويجب أن يستمر ويجب أن يتحول إلى أسلوب في حياة كل المسلمين، يعني أكثر من هذا الشيء لازم يصير. ولكن كم معهد لتفسير القرآن؟ كم معهد للتدبر في القرآن؟ كم معهد للتأمل في القرآن؟ تجد القليل القليل. وحتى إذا كانت هناك بعض المبادرات فإنها مبادرات ضعيفة، لا تجد دعماً كبيراً من الدول أو من الأشخاص الآخرين. فبناء على ذلك الشعيرة الأولى هي القرآن، وهذا القرآن يجب علينا أن نهتم بظاهره وبباطنه أيضاً، يعني بتفسيره وتأويله بالطريقة الصحيحة، ليس التفسير بالرأي ولا التأويل بالأهواء، وإنما في معاني الموجودة في القرآن الكريم. لهذا لأنه أشرنا إليه وذكرناه في ليلة ماضية نترك الحديث فيه ويحتاج إلى بحوث مفصلة. هذا الشعيرة الأولى من شعائر الإسلام. أما بقية الشعائر اللي هي المقدار اللي منها ذاكره أنا هنا، المساجد والصلاة والصوم والحج، هذا نتركه إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. وأيضا إذا الله وفقنا نتكلم في الليلة القادمة وننهي بحث الشعائر في الليلة القادمة حول نقطة مهمة، وهي أن هناك كليات مذكورة في القرآن الكريم، بعد ذلك هذه الكليات وجدنا مصاديق لها، هذه المصاديق تحولت إلى شعائر. هذه المصاديق سواء بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام تحولت إلى شعائر، يعني تطبيق الكلي على الجزئي، أو أنه حسب العادة يعني المسلمين تعودوا بتطبيق هذا الكلي في ضمن جزئي إلى أن تحول إلى شعيرة. هذا النقطة أيضا نشير إليها إن شاء الله في الليلة القادمة حتى نبين أنه ما الفرق بين تطبيق الكلي على الجزئي وبين البدعة الذي يتمسك بها بعض المسلمين للاستنكار على كثير من الشعائر الدينية التي هي في الواقع تطبيق مصاديق، تطبيق كليات على مصاديق جزئية. إن شاء الله هذا الليل القادم نتكلم حوله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات.